كل عام وأنتم بخير أهالينا الفائزين في حج القرعة لهذا العام المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج جواز سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن سنة بدءاً من تاريخ 11-5-2022 صورة من شهادة التطعيم للقاحات كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيمات المقررة من وزارة الصحة، تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها، وموضح به أنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، صحيفة حالة جنائية مميكنة، ثلاث صور شخصية حديثة، شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. تقرر فتح باب سداد تكاليف الحج اعتبارا من يوم الاحد 5/6/2022 حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022. يتم سداد الرسوم بكافه فروع البنوك الوطنيه بكافه المحافظات. البنك الاهلي المصري، بنك القاهره، بنك مصر، ومكاتب هيئه البريد على مستوى الجمهوريه. قيمه تكاليف حج القرعه 94,490 جنيه. شامله تذكره الطيران يعتبر عدم سداد التكاليف المشار اليها في الموعد المحدد بمثابه تنازل من الفائز عن فرصه الحج